امرأة ستذهب إلى الحج وهي حائض ماذا تفعل عند الميقات؟ تهل بالنسك الذي تختاره كما يهل غيرها. مثلا إذا أرادت التمتع ستقول لبيك عمرة، لبيك حجا إذا أرادت الإفراد، لبيك حجة في عمرة إذا أرادت القران. تمتع لبيك عمرة، حجا لبيك حجا، قران لبيك حجة في عمرة. وتشترط أيضا اللهم محل حيث حبستني لأي طارئ قد يطرأ عليه، وتفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت.